كرة إلى رمية التماس. مداحي. مداحي أسامة. يلعب أيضا هو في عدة فرق. بين شبيبة الصورة. الكرة ممتازة من هناك على الجهة اليسرى. التوزيع من بعوش. ولكن الدفاع دائما متفوق. دفاع نجم بن عكنون على كل الحملات الهجومية القسنطينية. ماداني يلعب الكرة والتوزيعة. هنا تأتي التسديدة من صالة مرباح دون تركيز إلى رمية التماس. إلى رمية التماس. دخلنا الدقائق الخمسة الأخيرة التي تفصلنا عن نهاية